الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله. وصلنا في الجوهرة، فهل له إدراك أو لا خلف؟ وعند قوم صح فيه الوقف. الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله، ففي بعض العلماء لفتوا النظر على أنه طيب الأشياء لما لمسها ناعم كيف يدركها الله سبحانه وتعالى؟ الروائح الحلوة مثلا، الزهر والعطور، كيف يدرك الله سبحانه وتعالى هذه الروائح؟ الطعم الحلو كيف يدركه الله سبحانه وتعالى؟ بعض من الناس خاضوا فيها، وبعض من الناس توقفوا، بعض من الناس قالوا نعم الكلام هذا بالنسبة لنا يعني ما مخوض فيه أبدا. فهل له إدراك أو لا؟ هل له إدراك أو ليس له إدراك بهذه الأشياء؟ خلفوا اختلفوا فيها، وبعض القوم نعم، وبعض فهل له إدراك ولا خلفوا، وبعضهم شو في بعضهم بقى. وعند قوم صح فيه الوقف. نعم. حي عليم قادر مريد، سميع بصير ما يشاء يريد. حي الله سبحانه وتعالى حي بحياة، لكن كيف حياة الله سبحانه وتعالى؟ ما نعرف. تفكيرك محدود والنظر محدود. هلا نحن ممكن كان نشوف خط الافق، اذا كان الصحراء بعد خط الافق ما عاد نشوف، بنوقف على كتف البحر بالاخير بنشوف في خط، شو في وراء الخط النظر ما عاد يجيب. السمع تبعنا ممكن اسمع واحد على بعد 10 امتار 20 متر 30 متر، بس عند الطارق فوق اذا واحد صرخ جوز ما اسمعه. فلذلك حتى السمع له نعم مكان محدد، بسمع على بعد مثلا كيلومتر، مو معقول اسمع كيلومتر الا اذا كنت بقاسيون فوق قاعد بال40 بمرق بياع الغاز بنقر بالشو اسمه بياع الغاز اللي عم يصلي معنا نعم بيصرخ غاز بسمع. طيب فوق نعم نسمع الاذان، نسمع اذان الشام كلها نحن قاعدين فوق وكانه الاصوات تصعد، بل بالمدينه ما بسمع شيء. شو بيصير هون؟ ما بسمع. الشيخ ابراهيم ما بسمع شو بيصير هون. فمعناتها حتى ايش الاذان الها نعم استطاعه محدده بتنتهي عندها بتوقف. كمان التفكير بقول لك نعم بشر تتخيل شيء اسود شيء نعم اشقر شيء حنطي شيء ممكن. بقول لك نساء تتخيل نساء كثيره نعم. بقول لك طاوله تتخيل طاولات مهبه ودب. شو ما بقول لك تتخيل اعداد. بقول لك الله تروح الذاكرة هيك للآخر ترجع ما في مجال ما في رصيد. الله سبحانه وتعالى لا يمكن أنه إيش أنه يعني تحصر الفكرة. فنحن بالنسبة لنا بشر، والله سبحانه وتعالى هو الخالق العظيم، إله عظيم جل جلاله. قال إن الملأ الأعلى يطلبونه كما تطلبونه. حتى سيدنا جبرائيل سيدنا ميكائيل سيدنا إسرافيل ما شافوا رب العالمين سبحانه وتعالى. فالإله العظيم هذا إيه نعم سبحان الله إيه نعم ورؤوف ورحيم فينا كل هالعظمة تبعه، ومع ذلك خلقنا لحتى نربح عليه مو مشان يربح علينا. خلقنا مشان يكرمنا، خلقنا مشان يعطينا إيه نعم. أي إنسان إلا ما يقول إنه الله سبحانه وتعالى أعطاني أكثر ما أستاهل. أي إنسان في الدنيا إيه نعم، لأنه عطاء ملوك، عطاء الملوك عطاء إيه نعم على قد إيه نعم. يعني أحد الناس سأل انه مين بده يحاسبنا يوم القيامة؟ قالوا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال نجونا. ليش؟ لأنه بده يحاسبك ملك. فالملك بيحاسبك على مثل ايش؟ مثل ما هو مو مثل ما نحن. بيحاسبنا على قدره على مقداره. هو ملك عظيم. فالملوك لما اي نعم بتحاسب بتعفو اي نعم وبتتكرم. أما نحن البشر يحاسبنا على أعمالنا يحاسبنا مثل ما نحن هذا ضياع.
معناته ضعنا احنا جماعه لأمة. احنا جماعه اذا ما عم بتبادلني المنيح بالمنيح مالي منيح معك. انا اشوف الناس بيقول لك نعم ما بيزورني ما راح ازوره. نعم بيموت انسان بالحي والله اجوا شي اولاده عزونا بابي ما اجوا مالي رايح لكان. فنحن عندنا نعم الله يرضى عليك عم يكون الشيء بالشيء. نحن مقابل شيء عم يكون شيء، لكن عطاء الله سبحانه وتعالى نعم عطاء ليس بمحدود. الله سبحانه وتعالى حي، حي بحياته، نعم قادر بقدرة خلافا للمعتزلة. المعتزلة نفوا القدرة عن رب العالمين. القادر كيف قادر؟ هو قادر بذاته، ما في قدرة لا ما في قدرة، هو قادر بذاته. فوتونا بالحيط يعني شلون قادر؟ هو قادر وليس بقدرة. قال مشان ما يصير تعدد قدماء يا أخي. صفته هي صفة الله سبحانه وتعالى، والصفة يعني إنها سبحان الله بك يعني ملازمة للشخص. يعني لا صفة ما بتمشي لحالها بالشارع. ما فيني إلا شفت والله نعم اللون الأحمر عم يرقد بالشارع. اللون الأحمر ما بيرقد بالشارع. اللون الأحمر ممكن ندهم في حيط، ممكن ندهم في شغلة، ممكن بيقوم نعم بذات الألوان نعم والأشياء ما نعم هيك أشياء ما بتكون لحالها قائمة. صفات الكرم البخل ما بتكون قائمة نعم لحالها، فلا بد من ذات تقوم بها. الله سبحانه وتعالى قادر حي عليم. العليم نعم فيها مبالغة، فعلمه سبحان الله نعم كاشف محيط نعم بيعلم الأشياء كلها من غير سبق خفاء. بيعلم شو رح يصير في المستقبل بعد 100 سنة بعد 1,000,000 سنة بيعلم. بارح واحد بيسألني بالجامع قال شيخ الله سبحانه وتعالى كتب علينا كل شيء؟ قالوا نعم. قال يعني شو فائدة الدعاء لكان إذا كل شيء مقسوم في الدنيا؟ شو فائدة الدعاء؟ ليش بندعي إذا كان الأشياء نعم واضح؟ يا أخي علم الله سبحانه وتعالى ما تدخل فيك، أنت بتختار اللي بدك إياه بناء على اختيارك. الله سبحانه وتعالى بحاسبك. في زمن سيدنا عمر الله يرضى عنه جابوا له زلمة شربان خمر، فقال اجلدوه أقيموا عليه حد إيش شرب الخمر. فقال يا أمير المؤمنين أوليس الله سبحانه وتعالى قد كتب علي أن أشرب الخمر؟ قال نعم، وكتب عليك أن تجلد أيضا. اجلدوه حدين، حد شرب الخمر وحد الافتراء على الله. نعم. فلا يحق الإنسان يحتج بالقضاء والقدر. أوس رجل مات الرجل، إجوا سألوني القاضي ليش أوسطوه؟ الله سبحانه وتعالى كاتب عليه يموت على إيدي، لذلك أنا خرطشت فرد وأوسطوه. فعلا أنه يعني أنا أوسطوه معناتها في علم الله سبحانه وتعالى زلم بده يموت عليه، الله لا يقدر احد يموت على ايدنا. فلذلك نعم لكن لا يحق لاحد الاحتجاج بالقضاء والقدر. دعست زلمه قضاء، لك كل شيء قضاء الله وقدره كل شيء. فاما نحتج بالقضاء والقدر نحن بنعرف شو صار معنا امبارح، وبعرف شو صار معي اليوم، بس ما بعرف شو رح يصير معي بكره. فلذلك انا بتصرف بكره على هوا ايش علمي واستعدادي. هلا انا حاطط بكره عندي اشغال اليوم نعم، قسمت برنامجي مشان بكره، وين بدي اروح من الصبح؟ شو في عندي للظهر؟ شو في عندي للعصر؟ كلياتهم مقسمه. نعم. لكن احيانا بيطلع له الانسان اشياء نعم ما كانت بالحسبان. ما كان ايش حاسبها. عم ننفذ شيء نحن علم ربنا؟ لا، نحن عم نشتغل شغلنا. لو الكون كان في اجبار لكان في ظلم. لو الله سبحانه وتعالى كتب علينا الاشياء واجبرنا عليها معناته ظلمنا. ليش لا يخلينا ويجبرنا؟ لا، وهديناه النجدين إما شاكرا وإما كفورا. شوف أنت بدك أختار. فعلم الله سبحانه وتعالى كاشف وليس مؤثر، حي عليم. شوفي بعدنا قادر مريد قادر. الله سبحانه وتعالى قادر بقدرة، مريد ليس بمكره. الله سبحانه وتعالى يفعل ما يريد، فعال لما يريد. إيه نعم، شو اللي الله سبحانه وتعالى بيريده نعم بيفعله. فالإرادة بتخصص والقدرة توجد. الله سبحانه وتعالى أراد أنه يخلق هالرجل هذا نعم على هالصفة نعم ملتحي لحية خفيفة شعرات وكذا بإرادة رب العالمين سبحانه وتعالى بالقدرة أوجده. فالجمال نحن ما لنا يد فيه. أحيانا نعم مرة أجوني بنات على الجامع ما شفت بحياتي بنات نعم يعني أبشع من هيك، بشعين لدرجة مخيفة ومحجبين يعني لابسين جلابيب. قال شيخ يعني ادعينا هيك انه يجي ابن حلال. قلت مين اعمل قلب يجي يعني مخيفه يعني بتخوف. طيب مو ذنبها،
هو الجمال مو كل شيء، بس كمان يا اخي الواحد بده في الصبح يعني يتصبح، اي نعم، يعني بوجه يعني يوحد الله، اي نعم. فيعني الواحد ممكن اذا هيك مثلا عيونه يعني ببربش فيه، او ممكن اي نعم مثلا ياخذها، او ما معه يتزوج بيراعوه فيها، بيعطوه فيها نص قيمه، اي نعم، يلا شيل كذا، اي نعم، سامح، ممكن تتزوج. اما طيب مسكينه يعني هلا لما بتشوفي الحلوين بالشارع شو بيطلع بيدها تسوي؟ ولا شيء. اي نعم، يعني مثلا بتلاقي يعني واحد هيك طوله حلو، بتلاقي واحد قزم طوله هيك، فهذا القزم يعني هو اختار انه يكون قزم؟ لا، انت اخترت انك تكون من حوش عرب؟ لا، اخترت انا ان يكون من الشام من الصالحين؟ لا. اي نعم، الله سبحانه وتعالى اوجدنا، اي نعم، ونحن بالنسبه لنا وجدنا هيك، وبدك بقى انت تشتغل اللي عليك. الله سبحانه وتعالى اوجدك، في اشياء ما لك يد فيها انت. للواحد بيتزوج بيجي مثلا 3 بنات 4 بنات، اي نعم، وبيجي مثلا صبي او صبيه ما له يد بهالامر هذا، اي نعم. فربنا سبحانه وتعالى، اي نعم، هو بيعطي الصبيان وبيعطي البنات، اي نعم. اما هو بقى شو اللي مسؤول عنه؟ تنشئه هالاولاد هي، هو اللي مسؤول عنها، انه يعلمهم الدين، يعلمهم الشريعه. يوم كنت بالثانويه الشرعيه، سبحان الله، تلاقي شباب كلياتهم من السابع للبكالوريا. شوف انا هنا عم، سبحان الله، شباب هيك صغار، وهنيك المبيت تبعهم. فتت تفرجت على المبيت، غديت انا وياهم، قعدت مع الطلاب، سبحان الله، حطيت على الفيسبوك، اي نعم، انه لو خيروني اني اعيش بين الملوك واني اعيش مع هذول الشباب الصغار في المعاهد الشرعيه لاخترت الحياه في المعاهد الشرعيه معهم. هذول اهل الله، هذول، اي نعم، بكره بده يكونوا دعاة. فلذلك مره ساوينا نحن ساوي معاونيني فوج حج، اي نعم، درجة أولى ودرجة ثانية. الدرجة الأولى، اي نعم، بعرفات الأرض موكيت، بوفيه مفتوح، في تواليتات أفرنجية وعربية. بينما الدرجة الثانية الأرض، اي نعم، بتلاقي ما في عليها شيء، بتقعد على التراب، اي نعم، لا في بوفيه مفتوح ولا في شيء، بطلع على برا اشتري سندويشة. وإذا بتروح على التواليت بدك توقف بالدور. بعرفات أو مزدلفة بتلاقي بالدور قدام منك 50 زلمة واقفين. لذلك أنا بقول على طول لحجاجي بعرفات ومزدلفة لا تاكلوا كثير، بس تاكلوا كثير بدك تطلع على التواليت، طلع على التواليت مو روحه، اي نعم. فلذلك مره وصلت انا لقدام التواليت، اللي وراي قال لي شيخ مشان الله اعطيني دورك، اللي قلت له يلي صايبك صايبني، مالي مسترجي اسع، قلت له، اي نعم. فلذلك لا تاكلوا كثير هنيك، اي نعم. إيه سبحان الله، يعني الامر هذا انه الانسان بالنسبه له في اشياء اجبر عليها من ولد في مكان، اي نعم، ما هو اختاره، واللي خلق بالدنيا عليه، واللي ما عجبه ينفلق. جيت على الدنيا ما حدا استشارك، اي نعم، وبتطلع من الدنيا ما حدا بياخذ رايك. شو رايك، تموت لو ما تموت؟ اي نعم. كان الستي الله يرحمها تقول لي يا تيتي، الف عيشه بالكدر ولا نومي تحت الحجر، الف عيشه، عيشه مكدره مكاني بس ما اموت. ماتي. بعرف رجل بالصالحية عنا بالشيخ محي الدين، لما تمرق جنازة يفوت لمحل أخوه بيسكر الجلائل بيسكر أبوابه من خوفه من الموت، مات. اي نعم. فلذلك الموت، اي نعم، لما بيجي ما لنا يد فيه نحن. ما لنا يد فيه. أحيانا بتلاقي الإنسان، اي نعم، يعني داخله عم استعرض كم مرة كان لازم موت أنا؟ لقيتهم عدد كثير. مرة كنت عسكري، كنت واقف حراس، ولا مرق ترولة كبيرة فلت الدولاب منها. سبحان الله، انا واقف مطرح ما انا واقف درت لهون بدي اخذ كاسه شاي، كم مره الدولاب، دولاب اعلى مني، نزل الكبل اللي مسكر فيه على السيارات نزله على الارض، اي نعم، وراح ضرب شجره نامت على الارض الشجره، صاروا عيوني مثل عداد الكازيه، انا صاروا عيوني يقلبوا، اي نعم، بعدين وقفوا عيوني طلع فيهم منظر، اي نعم، دواليب سيارات، شيء مخيف. يعني لو اني ما التفت لاخذ كاس شاي كان معسني الدولاب. اجى صاحبه قال لي والله، قال الدولاب فات لعنكم. يخرب بيتك، قلت له هذا انت صاحب الدولاب؟ اي نعم. طلع الدولاب له. ايه، كثير من الاشياء تعرضنا فيها، اي نعم، للموت، والله سبحانه وتعالى نجانا. فالانسان ايمتى بده يموت ما بيعلم. اي نعم. وكيف ولد؟ وكيف اجى على هالدنيا؟ وكيف، اي نعم، ما اختار اهله حتى. اهله ما هو اختارهم. اي نعم. فبتلاقي احيانا في اهل صاحبين دين،
أهل إيه نعم الإنسان بيرتاح بالحياة بيناته، تلاقي أهل مثلا نفسهم طيبة كرمة، تلاقي أهل بخلة، تلاقي أهل قليلين دين. إيه نعم، والشيء بيأثر. يعني هلا كما إيش قال عليه الصلاة والسلام إنه البني آدم يولد على الفطرة، فأبواه إما أن يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، فالأب والأم كايهن إيش بيرعوا الولد. لذلك علم الله سبحانه وتعالى يعني أنت في أشياء ما لك اختيار فيها، وفي أشياء في الحياة الدنيا لك الاختيار فيها. فعم يسألني إنه ليش الدعاء؟ نالوا الدعاء مخ العبادة، والدعاء نعم في قضاء مبرم وفي قضاء معلق. القضاء المبرم بده يشوفه بني آدم لابد، والقضاء المعلق بيرفع الدعاء. لما إنسان بيدعي قضاء إيش المعلق بيرفع الدعاء، فيوم الإنسان بيدعي نعم كذا 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 إيش بيطلب من الله سبحانه وتعالى، بيطلع الدعاء بيتعالجوا فوق بالسماء، قضاء نازل والدعاء طالع، بيتعالجوا ما بيخليه ينزل. أما القضاء المبرم ما في مجال بده يشوفه بني آدم أبدا. فالله سبحانه وتعالى حي عليم قادر مريد، سمع بصير، سمع الله سبحانه وتعالى يسمع. كيف يسمع ما بنعرف، ما له أدان مثل حكايتنا، لا يشبه شيء ولا يشبهه شيء. إيه نعم، كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. بالك الله سبحانه وتعالى طويل؟ لا. قصير؟ لا. سمين؟ لا. طيب شو بدي اتخيل؟ لا تخيل شيء. العجز عن الإدراك إدراك، والتفكر في ذات الله إشراك. العجز عن الإدراك إدراك، هذا قول سيدنا أبو بكر الصديق الله يرضى عنه. العجز عن الإدراك إدراك، بس تعجز إنك تعرف من هو رب العرش سبحانه وتعالى. الآن عرفت الله، هلأ عرفت إنه ما خرج إنك تعرف الله سبحانه وتعالى، إنك تتخيل رب العالمين شو هو. العجز عن الإدراك إدراك، والتفكر في ذات الله إشراك. أصحك يطلع معك شيء، يطلع معك خير. مرة واحد كنت أشتغل أنا وياه، قال لي شيخ، قلت له نعم، قال لي رب العالمين رأسه بالسماء أجريب الأرض، غير هيك ما لي ما عندي نعم ما معي تفاهم. هيك شو تحط لحالك رب العالمين سبحانه وتعالى تخيله مثل ما بدها ما بيصير. نعم، فلكن يوم القيامة سنرى الله سبحانه وتعالى بإذن الله. نعم، بدنا نشوف رب العالمين يوم القيامة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، في يوم القيامة نعم منشوف رب العالمين سبحانه وتعالى. والمحروم نعم كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. في ناس نعم ما بتشوف، والنظر لوجه لرب العالمين سبحانه وتعالى أجمل من الجنة وأجمل من كل شيء. فيقال في يوم الجمعة نعم يوم المزيد اسمه، فرب العالمين سبحانه وتعالى بيتجلى على عباده اللي بالجنة، بيقول لهم إيه نعم يا عبادي شو بدكم بقى؟ لا شو بدنا أحسن من هيك؟ هي قعدنا بالجنة وأبحت لنا الجنة وفيها قصور وفيها نسائنا وفيها إيه نعم كل شيء بدنا إياه، في لسه أكثر من هيك؟ ولدينا مزيد. فبيشيل الحجاب، نحن المحجوبين، مو الله سبحانه وتعالى المحجوب، حجاب علينا نحن، بيرفع عنا الحجاب فالناس بتشوف رب العالمين سبحانه وتعالى. أجمل شيء ما في أحلى من هالعطاء، هذا من عطاء رب العالمين سبحانه وتعالى. فسمع الله سبحانه وتعالى يسمع، بصير الله سبحانه وتعالى يرى. كيف يرى؟ ما بنعرف. له عيون مثل حكايتنا؟ لا. طيب شلون بشوف؟ ما بنعرف. لا تخوض. إيه نعم. فلذلك إيه نعم سمع بصير ما يشاء يريد، كل شيء بده يا رب العالمين سبحانه وتعالى. إيه نعم بيساوي فعالا لما يريد. فإيه نعم يعني لما الناس يكونوا مناح مع الله سبحانه وتعالى رب العالمين بيكرمهم دنيا وآخرة. ممكن يبتلي بالفقر مثل ما يبتلي بالغنى، الغنى بيضغي والفقر بيضغي، والله سبحانه وتعالى ما ترك لنا حجة. لما يجي العبد يقول رب الفقر دبحني ما فضيت أني أعبدك، يقول له ما كنت أفقر من عيسى بن مريم، كان ما يجد قوت يومه، رغيف ما معه، أكل ما معه. يقول له رب الغنى، يقول له ما أعطيتك مثل ما أعطيت سليمان بن داود، أعطيته ملك لا ينبغي لأحد من بعده أبدا. نعم، حكم على الجن وعلى الإنس. بلو رب المرض، بلو ما مرضت مثل أيوب. ما في عذر للإنسان. نعم، فلذلك سبحان الله أحيانا الإنسان بيقول لحاله يعني لو أنه أحوالي أحسن من هيك ممكن. لا 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 تختار. يمكننا طلاب كنا ندرس عند المشايخ
كنت أخبز باليوم 16 ساعة، 16 ساعة ورا بيت النار، ما عدت صورت رغيف الخبز 16 ساعة. سك عجين اسحب خبز، سك عجين اسحب خبز، سك عجين. لك اتمنى يطلع معي كعك، يطلع معي نعم شغلة غير الخبز. لك مليت من الخبز 16 ساعة وانا سك عجين اسحب خبز. بعدين المدرسة نزلتهم لل 11 ساعة، 11 ساعة مو سهلين اني واجه بيت النار واشتغل. ولحالي لو كان ما عندي شغل يعني قديش كنت بدروس؟ لا لا تتمنى، لانه الهمه لما بتجي لعنده همه بغير امه. يوم الله سبحانه وتعالى بيعطيك الهمه لا تقول لحالك لو قاعد انا فاضي، لو قاعد بطال، لو عندي سياره، لو عندي مال، لو عندي مورد غير هيك، لا تقول الكلام هذا. فلذلك حتى لما كنا عمال اثرت اي نعم بالمخابز، كلياتها منطقه المخابز كلها تاثرت فيها. كنت ما اشرب شاي من سكر المخابز، كان وقت يصير وقت الصلاه الدين انا عم اخبز الدين، بعدين اسحب الخبز كلياته من بيت النار، اتوضا الشغيله يلا كله يتوضا، كله بده يتوضا، ما بتصلي مالك شغل عنا، نحن جماعه بدنا نصلي كلياتنا، كلهم بيتوضوا وبيجوا بنوقف. الناس اللي برا واقفه على الدور بدها خبز، هذا بيحط قصاصه اظافير، هذا بيحط انه عم مفاتيح، هذا بيحط، بيفوتوا بيصلوا معنا، فبيتوضوا مشان يصلوا معنا جماعه، بنصلي وبعدين بنلحق شغلنا. بدي اياك تشتغل بدينك، احنا ما بدنا الكل مشايخ، بدي المهندس الملتزم، بدي الطبيب الملتزم، بدي النجار الملتزم، بدي الحداد الملتزم. بمصلحتك انت اذا كنت ملتزم بتغير معالم كل شيء حواليك. الف رجل ما بيأثروا برجل، وعمل رجل بيأثر بألف رجل. لا قديش في عنا خطباء، غير روح كل جمعه روح على جامع ما بستفيد شيء. انا نو نفسه اي نعم، يعني نفس الكلام مع المشايخ اي نعم، ما بتحس حالك غيرت. لكن اذا عندك جار او عندك اخ او عندك واحد من قرايبينك ملتزم دينيا، ما بيشرب، ما بيغش، ما بيصافح النساء، ما عنده كذب، بتاثر فيه انت. هلا شو بدي والله استحيت شيخ، مدد ايده والله استحيت. اي استحيت. هلا عم يعانوا شبابنا باوروبا، اختلاطهم مع النساء هنيك بالمانيا واوروبا، مدد ايده. شو مدد ايده؟ ما معنى مدد ايده؟ حط ايدي على صدري بارك الله فيك، خلص انتهى. في دكتور هون عندنا بالجامعه، فكانت اي نعم في امراه وظيفتها عاليه جدا، اي نعم مدت ايدها عم تصافح كل دكاتره الجامعه، وصل الدور لعنده ما رضي مد ايده، مدت ايده ما مد ايده، حط ايده على صدره. ايه انزعجت. يعني مد ايده ما يمد ايده، وظيفتها كبيره هي اعلى من دكاتره الجامعه كلها. فا نعم بعد ما راحوا بالاداره قالوا منو هذا؟ قالوا له هذا فلان شيخ اب عن جد، نعم خطيب جمعه ملتزم دينيا. بعثت وراه. احسنت انت واحسنت. هلا باوروبا بيحترمونا اذا ايش شافوا انسان متكمش بدينه، شافوا امراه معتزه بحجابها، شافوا شاب نعم ما عنده هالكذب، ما عنده ايش هالدجل، ما عنده شيء. واحد ضيع شنتاية مصاري يورات كلياتهم يورو اي نعم، فلقاه شاب في هوية بقلب منه، راح دور عليه لقاه اي نعم، اجى اعطاه اياه. الزلمة تعجب، لك وصلوا لايدك شلون ترجع لي اياهم؟ قال له ديننا بيأمرنا هيك. سحب بقى دستة يورو بده يعطي اياهم كلياتهم مئات، فئات المئات. قال له شو عم تساوي؟ قال له مشان اكرمك. قال له لو بدي اخذ مال كنت اخذت الشنتاية كلها. ما بدي مال انا، انا اخذت ثوابي من رب العالمين سبحانه وتعالى. قال له دينك هيك بامرك؟ قال له نعم، وعن طيب خاطر. نعلم اولادنا نحن اذا بتلاقي شغله لها اصحاب. هي مره ابني اي نعم لقى شنتايه ملانه ذهب ومصاري، كان ابني بياع بولين، يبيع بولين اي نعم جنب الفور سيزون. فهنيك اي نعم في كل عربيات وراء اي نعم عم تتسبب، وابني كان يبيع بولين معه. فلما لقى الشنتايه فتحها شاف فيها، يتصل انه الهويه فيها رقم تليفون، يطلع مشغول مشغول. ده قال لي انا بالجامعه عندي تليفون رديت، قال لي يابا هيك هيك لقيت وما عم يردوا علي. قلت له دور بابا في لسه شيء ارقام تليفونات؟ قال لي في. قلنا له هات احكي انا معه. حكيت طلعت لي امراه، قلنا لها قالت لي لك عم تدور عليهم ادوار، عم تبكي صاحبه المصاري، ما بدها المصاري، ما بدها الدهر، بدها هويتها بس. قالت لي راحت على قسم الشرطه عم تعمل هلا ضبط. قلت لها فيك تجيبيها؟ قالت لي ايه. هلا شوي بنتصل معك، شوي دقوا لي تليفون. اي نعم، المرأة مرحبا سيدنا،
نعم. قلت له أنا موجود بجامع إمام جامعي. خلينا ياك يا شيخ طول عمرك. قلت له أبني موجود المكان الفلاني، روح وخذوا الأغراض منه، بس بدي منك شغله، اللي بيروح بيجيب الأغراض يتشكروا لأبني، بس لا تعطوه شيء، بس يقولوا الله يجزيك الخير ويكثر من أمثالك، مشان يحس حاله يعني إنه بشر. شوف رفقاته هنيك المتعايشة، لك أجدب أنت، لك روح أخرجه، لك تعال متقسمه نحن وياه أساور ذهب ومصاري. راحت بعتت ابنها، ابنها حمار، وصل لعند ابني. اي نعم، وين الشنتايل؟ وين الشنتايل؟ اخذها هيك، شاف الذهبات، شاف المصاري، شاف، طلع هيك بابني وتم ماشي. بلشوا هذنكين، خرجك الله لا يقيمك، شفت؟ شفت؟ اي نعم، شلون عاملوك؟ اتصل قلت له يابا لو اخذت المصاري كانت خسارتي كبيره، كنت خسرت انا. اي نعم، يابا عيش بدينك، امشي بتعاليم دينك. فالله سبحانه وتعالى اللي خلقنا واوجدنا، اي نعم، مطلوب منا انه نحن نتقيد، اي نعم، باحكام رب العالمين سبحانه وتعالى. حي عليم قادر مريد، سمع بصير ما يشاء يريد. صفات المعنويه توب عليها، صفات المعنويه في 20 صفه لله سبحانه وتعالى بدك تحفظهم مثل ما عم تحفظ اسمك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم